هند العلوي، هند العلوي متصرفة تربوية مديرية مكناس، أمثل المتصرفين التربويين، ونحن هنا للمطالبة بحقوقنا التي تنتزع منا يوما بعد يوم بعد صدور المراسيم التي تصدرها وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الإطار. نحن نطالب برد الاعتبار لإطار متصرف تربوي وأخذا بالاعتبار مسار تكويني ديالو. نطالب وزارة التربية الوطنية بتعويض عن الإطار، نطالب وزارة التربية الوطنية بالحركية بين الأسلاك، نطالب وزارة التربية الوطنية كذلك بالحق في الانتقال بعد سنة من المهمة من الشغل بالمهمة، وكذلك نحن هنا لمساندة إخواننا المتدربين بالمراكز الجهوية والذين ولجوا هذه المراكز ب15 سنة أقدمية وبدرجة الأولى، والذين سوف يتعرضون لقهقرة في مسارهم المهني مع أنهم ولجوا الإطار من أجل تحسين وضعيتهم المهنية. كما أيضا نشير إلى الفوج السنتين الذي أمضى سنتين بالتكوين والذي تم التراجع عنه، هذا الشيء يبين العبثية التي يدبر بها ملف المتصرفين التربويين بالمغرب، رغم أن المتصرفين التربويين لهم دور محوري في النهوض بالمنظومة التعليمية، إلا أننا نرى الآن أنتم كما كتشوفوا الإخوان متدمرون من هذه القرارات المجحفة في حق المتصرف التربوي، ونأمل من الوزارة أن لا تظل مهمشة لهذا الملف وأن تلقى الحلول المناسبة من أجل تجاوز هذه المشاكل والمضي قدما في خارطة الطريق التي تدعو إليها وزارة التربية الوطنية. وشكرا. كمال بن عمر، كاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين. نحضر اليوم في هذه المحطة النضالية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين مساندين. هذا الشكل النضالي يأتي من بعد مجموعة ديال الأشكال النضالية اللي خاضتها التنسيقية دفاعا عن المطالب والحقوق المشروعة ديال المتصرفين التربويين. ولماذا 1 مارس 2023؟ هذه المحطة بالذات جات من بعد ما شفنا أو لامسنا تماطل ديال الوزارة مع التعاطي ديالها مع هذه الفئة، وخاصة المطالب ديالها. من بين هذه المطالب تعويض مهم وقار عن الإطار، حيث حاليا الإطار ديال المتصرف التربوي يعني خالي من هذا التعويض، وبالتالي احنا نسمع صوتنا للوزارة ونقول لها بكل وضوح لا يمكن الحديث عن إطار إداري ديال القطاع التربوي والتكوين بدون تعويض عن هذا الإطار. ضروري تعويض عن الإطار. من بين المطالب الأخرى عدم المس بالحقوق المكتسبة ديال المتصرفين التربويين في 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 مسألة ديال الترقية الخارج السلم، كذلك إحداث الدرجة الجديدة، وكذلك ندعو الوزارة من هذه الساحة إلى أخذ بعين الاعتبار المشروع ديال هذه الفئة فيما يخص النظام الأساسي أو مشروع النظام الأساسي ديال موظفي قطاع التربية والتكوين. ما يمكنش واحد الفئة كتشكل مركز الراحة ومركز القطب يعني في المنظومة ديال التربية والتكوين ونهمشوا الرؤية ديالها ووجهة النظر ديالها في هذا المشروع اللي هو إلا بغينا فعلا يعني نمشيو بهذه المنظومة القدام ونحققوا المبتغى من الإصلاح المنشود ونحققوا الأهداف والغايات المسطرة في خارطة الطريق وكذا الرؤية الاستراتيجية ديال 2015-2030. وبالتالي بالضرورة نسمعوا لهذه الفئة ونسمعوا للصوت ديالها. الصوت ديالها عندها يعني مجموعة ديال الحقوق، مجموعة ديال المطالب، مجموعة ديال يعني وجهة نظر فيما يخص مشروع النظام الأساسي، فيما يخص يعني الرؤية المستقبلية لهذا القطاع ديال التربية والتكوين.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.